له ازاي ترجعني من غير ما اقولك؟ الملك خوفو كان خلاص اقتنع بالفيديو اللي وريته له وصدقني، والمهندس حيم كان هيقولي السر. الموضوع خطير وما يستناش. موضوع ايه اللي ممكن يكون اهم من كده؟ اختك في خطر يا يحيى، كنوز قبضوا عليها بتهمة رسم تماثيل كاملة، وافتكروها كمان عضوة في عصابة بتخطط لمؤامرة ضد الملك. لازم نلحق نتصرف. وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا عرفت بذكائي ودهائي الشديد ده وقته يا سينو، قول واخلص. عرفت انهم هينقلوها دلوقتي لمكان تاني، المكان ده قريب من هنا، هنستنى وهم معديين. والدك هيحاول يشغل الحراس، وانا وانت هناخد كنوز ونجري. الخطة دي هتفشل. لا، انا سينو قال لي انها مضمونة، ما تخافش. قال لك ما تخافش؟ ايوه. يبقى هتفشل. يلا بينا. اوعى بايدي. بابا بابا بابا. ما تخافيش يا كنوز، انا مش هسيبك. اكيد ده واحد من العصابة اللي انت منها، امسكه بسرعة. اجري بسرعة بسرعة. يلا قول كلمة السر بسرعة. مش هقدر. قول كلمة السر بسرعة. مش هقدر اقول عشان بابا.